أول رد من وزارة التضامن للمواطنين بشأن صرف معاش مايو، وصدمة في أمريكا بسبب إصابة الرئيس بالزهايمر وتحرك داخل البيت الأبيض. وفي مفاجأة كبرى، مصر تدرس التعامل مع الشركات الأجنبية بالجنيه المصري. وأول بيان هام من شيخ الأزهر للرئيس السيسي والجيش المصري، ننشر التفاصيل. وعاجل الحكومة تكشف موعد الانتهاء من الأسواق العشوائية في مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها زي ما متعودين في كل فيديو. صدمة في أمريكا بسبب إصابة الرئيس بالزهايمر وتحركات داخل البيت الأبيض. التصريح جاء على لسان بايدن خلال حديثه للصحفيين بحديقة البيت الأبيض، وإلى يمينه براون جاكسون، أول قاضية سمراء يجرى تعيينها في المحكمة العليا فيما وقفت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى يساره. موجة جديدة من الذهول والاستغراب تسبب بها الرئيس الأمريكي بعد تصريح وصفه نشطاء السوشيال ميديا بالعجيب في تعريفه للأمة الأمريكية، أقحم فيه رحلة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في رحلة امتدت ل 17,000 ميل بجبال الهيمالايا. الرئيس الأمريكي كان بيتكلم عن رحلة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في رحلة في جبال الهيمالايا، طبعا يعني ده هزار. تداولت وسائل إعلام ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبايدن قال فيه: أمريكا هي أمة يمكن تعرفها بكلمة واحدة، كنت عند سفح الهيمالايا مع شي جين بينج أسافر معه، سافرت 17,000 ميل عندما كنت نائب الرئيس، لا أعلم حقيقة ذلك. وتساءل المذيع في قناة فوكس نيوز والناقد الأمريكي الشهير تيكر في تعليق على حديث لبايدن ماذا قال؟ لا بالطبع، إذا كنت بحاجة إلى العثور على كلمة واحدة لأمريكا فستكون 17,000 ميل مع الرئيس شي في جبال الهيمالايا، لا شيء لأضيفه. طبعا هذا الشخص بيرد على جو بايدن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا جو بايدن فاجئنا أنه بيتكلم على رحلة يعني طولها 17,000 ميل مع الرئيس جو بايدن. هو قال أمريكا الأول وبعد كده قال يعني رحلته مع الرئيس الصيني، فده شيء غريب جدا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأول رد من وزارة التضامن بشأن صرف معاش مايو. ينتظر أصحاب المعاشات قرار الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي بصرف معاشات مايو قبل عيد الفطر المبارك. علمت مصادر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تبحث إمكانية صرف معاشات مايو قبل عيد الفطر المبارك. من جهة أخرى، يواصل بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك صرف معاشات شهر إبريل بزيادة قدرها 13% لمن فاتته المواعيد المقررة. يتم تغذية ماكينات الصرف الآلي بالنقد بشكل منتظم، وذلك لتسهيل صرف المعاشات للمستفيدين. كما تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر إبريل من خلال زيادة المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية للتخفيف من أزمة الاقتصاد العالمي، حيث بدأت عملية الصرف بعد أن بدأت 1 إبريل 22 بحد أدنى 120 جنيه وحد أقصى 1222 جنيه، 10.7 مليون مواطن يستفيدون من هذه الزيادة. ويواصل بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة البنك صرف معاشات شهر إبريل السبت الماضي من أجهزة الصراف الآلي بزيادة قدرها 13% لمن فاتته المواعيد المقررة. وفي سياق آخر، يدعو الاتحاد العام للمعاشات إلى ضرورة تأجيل موعد صرف معاشات شهر مايو المقبل إلى 20 إبريل المقبل بسبب قدوم عيد الفطر المبارك لوجود عدد من المناسبات الدينية والوطنية، منها عيد الفصح، شم النسيم، ذكرى تحرير سيناء وعيد الفطر. سيتم صرف معاشات شهر يونيو القادم حتى 25 مايو بسبب الظروف الاجتماعية لأصحاب المعاشات. مصدر معانا كان من صحيفة الأسبوع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى، مصر بتدرس التعامل مع الشركات الأجنبية بالجنيه المصري.
تدرس الحكومة المصرية إلزام التوكيلات الملاحية العاملة في الموانئ المصرية بقبول سداد شركات تداول الحاويات لمصروفات التداول المحلي بالجنيه وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية. أكد وزير المالية المصري في مذكرة رسمية للرد على طلب الاتحاد أنه تمت مخاطبة المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية في مصر بالجنيه في تحصيل كل الرسوم المطلوبة وعدم التعامل بالعملات الأجنبية، مع التأكيد على مد ساعات عمل موظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى 7 مساء وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك ولتقليل زمن الإفراج الجمركي. وكان اتحاد الغرف التجارية قد دعا في خطاب لوزير المالية إلى وقف التعامل بالدولار في المعاملات التي تتم على الأراضي المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية، حيث تلزم التوكيلات الملاحية الأجنبية وشركات تداول الحاويات المستوردين بسداد الرسوم المطلوبة بالدولار بدلا من الجنيه المصري. وزير المالية أكد أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. أعتقد من وجهة نظري أن هذه التعاملات التي تتم مع الشركات الأجنبية بالجنيه المصري هترفع في قيمة الجنيه المصري. هذا الأمر طبعا يعني متعارف عليه اقتصاديا، لما حد يتعامل معاك بالعملة بتاعتك هيسهل عليك الحصول على العملة الأجنبية بطريقة غير مباشرة، هيعلي من قيمة الجنيه بتاع حضرتك. أترك لحضراتكم التعليق وعاوز أعرف رأي حضراتكم في هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأول بيان هام من شيخ الأزهر للرئيس السيسي والجيش المصري، وهنأ فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش المصري والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والضباط والجنود وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات العاشر من رمضان. وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن العاشر من رمضان ستظل محفورة في ذاكرة المصريين وقلوبهم ووسام شرف على جبين جنودنا البواسل الذين سطروا تاريخا حافلا بالعزة والكرامة وضربوا المثل في التضحية وبذل الجهد من أجل استعادة تراب هذا الوطن دون التفريط في شبر واحد من مصرنا الحبيب. دعا شيخ الأزهر جموع المصريين لاستلهام معاني التضحية وحب الوطن من ذكرى العاشر من رمضان والاقتضاء بجنودنا البواسل الذين قاموا بملحمة عظيمة أثناء صيامهم، بما يؤكد أن شهر رمضان دعوة للعمل وبذل الجهد والمشاركة الفعالة في بناء الوطن ونهضته ورفعته، سائلنا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ مصر والأمة العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وهذا كان بيانا هاما من شيخ الأزهر للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشعب المصري. ننتقل مع بعض الخبر أخير معانا وعاجل، الحكومة بتكشف مواعيد الانتهاء من الأسواق العشوائية. وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على الانتهاء من القضاء على كافة الأسواق العشوائية بالتزامن مع الانتهاء من برنامج حياة كريمة في جميع المحافظات. أضاف اللواء محمود شعراوي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه جاري التنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية. أشار إلى أن ملف الأسواق العشوائية صعب جدا، وذلك لأن كثيرا من الشعب المصري بسيط ويسعى إلى لقمة العيش، مما أدى إلى انتشار الأسواق العشوائية بدءا من القاهرة وانتهاء بالمحافظات المصرية مرورا بالريف والصعيد. وتابع أن وزارة التنمية المحلية معنية الآن ب3 ملفات رئيسية، وهي مبادرة حياة كريمة والأسواق والمواقف العشوائية ونقاط الإطفاء بمقدار 1.8 مليار جنيه. قال الوزير نسعى إلى إنشاء أسواق رسمية، ولكن مش معقول هنعمل أسواق في كل قرية، وذلك أن هذا المبلغ سيدعم 528 مشروع، وحتى الآن أتيح لنا مبلغ 400 مليون جنيه كبداية لعمل الأسواق، وخلال 30 يونيو نكون انتهينا من هذه الأسواق. أكد شعراوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تفعيل الحراك والتعاون بين جميع الوزارات، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام.
جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمين، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.